في إطار الأهداف التي تسعى غرفة التجارة، الصناعة، الزراعة والمعادن الحرف اليدوية لتحقيقها عبر منصة التقارب الاقتصادي للمنتخبين الجدد لقنصلية الغرفة، جاء تنظيم طاولة مستديرة للتباحث مع الشباب المقاولين حول مواضيع تتعلق بكيفية مشاركة الشباب في ترقية القطاعات الخاصة، وأن هذا اللقاء خصص للحوار مع هؤلاء الشباب المقاولين. ممثل الشباب المقاولين آدم سليمان بصفته سفير المقاولة الشبابية لريادة العمل صرح بأن الشباب يمتلكون خبرات في إنشاء المشاريع الصغيرة، إلا أنهم في حاجة للدعم المالي لتنفيذ مشروعاتهم في سوق العمل. شباب كثير إذا يتدي عندهم ماستر دون قبل اليوم وحالياً كده قاعد يعني جروب فراريج دقاق لباب بوجيدات عندهم يعني مزرعة صغيرة عشان دانا نشوفوا كيف تراب هنا الخدمة هنا التراب ده خدمة ما كلم عشان جدودنا زمان بسوس ساكن لبا كلنا فوق ما خدمة بقدر ببقى عندها يعني مصلحة في الاقتصاد. جاءت هذه الجلسة تمهيدا للقاء الذي من المقرر أن يجمع الفاعلين الاقتصاديين بكل من وزير الشباب والرياضة وترقية العمل ووزيرة التدريب المهني والمهن هنا في العاصمة إنجمينا في 18 أغسطس الجاري حسب جدول أعمال الغرفة.